Good morning. How are you? حبايبي الحلوين طلابي الأمامير عنا اليوم English. رايحين نعمل اليوم بحصة الإنجليش نراجع نعمل ريفيو للترز مع أصواتهم لأنه حكينا كتير كتير مهمين صح؟ رايحين نتعرف على نمبر جديد ونعده سوا. خلينا نبلش باللترز بالكابيتال لترز، اوكي؟ A A B B C K D D E E F F G G H H I I J J J J اوكي حبايبي انا بحب ارجع اعيدهم هدول لانه احنا لازم كل يوم كل يوم نعيدهم حبايبي انتوا بالبيت كل يوم تعيدوهم علشان نقدر سوا نتعلم English reading نقدر نقرا English اوكي يلا one more time يا امامي A A B B C K D D E A F F G G H H I I J J J أوكي نستذكر مع بعض يا أمامير السمول لترز أوكي كمان ما ننسى الشكل الثاني لللتر اللي هو السمول لترز اللي هو أخوه الصغير A A B B C K D D E E F G G H H I I J J وهيك بنكون حبايبي راجعنا لتر الانجليش خلينا نعمل شوية ريفيو كمان للنمبرز يلي أخدناها متذكرين سوا This is number Yes, one يلا خلينا نعد سوا Two Three Four Five Six طب احنا اخذنا يامس لعند نمبر 6 بعرف يامس بس راح نتعرف على نمبر جديد كتير حلو وسهل هو نمبر 7 نمبر 7 look it's too easy توت 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 It's too easy. كتير سهل يا أمامير. نرجع نعيد سوا. One, two, three, four, five, six, seven. Look. One, two, three. Four, five, six, and look, this is number seven. This is number seven. خلينا نشوف كم طائي لابس على راسه number seven. One, two, three, four, five, six. Seven. Bravo, ya keji. One more time. One, two, three, four.